صح خاوتي كاين طوموبيلات ان شاء الله ربي يرزقنا الحلال، لانه هذه واحد زوالي مسكين يبيع الكليه تاعو ما يشريهاش. بصح ان شاء الله ربي يفتح علينا ابوابه كيما ذاك العام اللي البترول طلع في البورصه طلع، ولينا حنا دي ملياردير نورمالمون ذاك الوقت. هذو لي بنو ثاني ب 1900، شحال شابه. شوف هذه ثاني شحال شابه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي واش نقول لكم، ربي يحميكم ويحفظكم، يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا تمتعتوا. شوفوا هذه A5 تاع مواليها، بصح الله غالب شابه، قلت والله غير نصورها ما تقدرش ما تصورهاش. شوف شحال شابه لداخل، باسكو داري لها ماتريكول. نو شراها السيد مازال ما دارلهاش الماتريكول، كيديروا له التيف هنا الكونترول تكنيك، معناتها هذا السيد شراها وحطوها له اكوتي. اليوم الحد غدوه الاثنين يرقليوا له الكوارط على ربي ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه مسكينه هذه انخبطت. هذا خويا دوكا مثلا كيما هذا حبيبنا، شوف كيما هذا حبيبنا، صراحة عملنا باش ما نصوروش الماتريكول باسكو يهبلونا في اليوتيوب وكاع. كيما هذا خويا، هذا مسكين نضرب، هذا دوكا واش يصرالو؟ نحي يركب. شفت علاش شركات ولا وكالات السيارات في المانيا علاش ما يبيعولكش طوموبيل مضروبه؟ علاه؟ لانه بكل بساطه راهم عندهم لي زاتولي هنايا. راك تشوف لي زاتولي، انا صورت لكم الجهه اللي من هي، صورت لكم لي ميكانيسي الكتريسي ومن الطولي. معناتها هذه الطوموبيل دوكا واش يدير لها؟ يجي ينحي هذا السكوتش، ينحيه كومبلي، يجيب واحد جديد، ركب باكيطا، ركب كل شيء جديد، ما يضرب ما والو. تحيه للحسين وليد حومتي بوطريق طولي، مسكين مهبلينه في الحومه ثاني، يخدم مليح. شوف هنا الطولي كيفاه داير. الطولي هنايا يمكن يدير لي روتوش صغار ولا، بصح حاجه كبيره حنا الله غالب. زواوله الزوالي يدخل للجنه، قال له ان شاء الله يا ربي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ربي يحفظ الجميع ويعطينا ما نتمناو. المهم خوتي ديمارينا من هذه السياره ونحبسوا في هذه السياره. ان شاء الله ربي يرزقكم الحلال، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلى الله على رسول الله. اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وربي يحميكم ويعطيكم ما تتمناو. وهذه هي خاوتي، وهذا هو هذو تقريبا خاوتي، هذو اللي تشوفوا فيهم هذو ثلاثه خلاص شراوهم وماليهم وداري لهم الماتريكول، يستناو غير في الكونترول تكنيك ولا المراقبه التقنيه. هذه ثاني اللي فيها الماتريكول كاع، ويديروا لهم مراقبه تقنيه خاوتي وتبدا تمشي على بركه الله. وهذو خاوتي اكو تعرفوهم، هذه هي السيارات اللي يمشوا بالكهرباء يتشارجوا بهذه. المهم تهلاو في روحتكم، صلوا على رسول الله ونتلاقوا في ساعه الزينين الزينين. السلام.